مرحبا برج الحوت، أهلا فيكم. القراءة تصلح للطالع والشمس وأيضا القمري. هني كأن ما أحس في الفترة السابقة خسرت شيء كان من حقك، خسرت شيء أنت هني عندك فيه استحقاق. أوكي، فصلت من عملك أو ما اختاروك لوظيفة لسبب ما، لسبب غير قانوني، غير حقاني. أوكي، فضلوا عليك أشخاص من الناحية المادية، فكأنما أنت هني يعني عندك طاقة أن تأخرت وفاتتك نوع من الفرص، تحس أنك فاتتك نوع من الفرص لأن في أشخاص ثانيين اختاروهم إلا أنت. شمعنا أنت؟ شو اللي راح يصير في الفترة القادمة بإذن الله؟ نشوف هني أنه راح يتم تعويضك، لأن في أشخاص راح تشوفوا الأشخاص العوائقك اللي كانت قبل تمنعك عن تحقيق هاي الأمنية، تستطيع أن مثلا تذهب تسافر، تهاجر إلى بلدة معينة، تحصل على وظيفة أنت هني معينة في بالك. كان في عوائق، العوائق راح تنشال، راح تزول. أوكي، وراح يستبدل الوضع اللي كان فيه ظلم، كان فيه إنجاستس، ظلم، راح تعوض هني مو بس بوظيفة، بأموال. أوكي، لأن هني الشخص قاعد أشوف الجهة المسؤولة عن إن يساعدونك في تحقيق أمنيتك، سواء كانت سفر أو دراسة أو وظيفة أو مشروع، راح يتم استبدال الشخص المسؤول عليك. أنت الطاقة راح تكون إيجابية، على المنافسين راح تكون الطاقة سلبية. ليش؟ لأن المنافسين سابقا كانوا متعودين أن يحصلون الشيء حتى لو لم يستحقونه. أنت صار لك فترة تستحق هذا الموضوع وما أتاك، فالعدالة، كف العدالة في الفترة القادمة راح يكون يميل لك. إنزين، كل مبادراتك شوف مع هذين الأشخاص في الفرصة القادمة هذه، كل جهودك راح يتم تقديرها، راح تأخذ بعين الاعتبار. إذا اشتغلت نصف ساعة زيادة، إذا اجتهدت زيادة، إذا كنت صادق زيادة، إنزين، كله راح يكون بحسابه، لأن عندنا هني ملك المعادن، ملك الأرض. فكأنما حتى الكثير منكم إذا تسعون أن تحصلون وظيفة في مجال مالي، هذا الطاقة جدا تشجعكم في الفترة القادمة أنه راح يكون في شاغر، وشاغر من نصيبكم بإذن الله. لأن هني في عجلة الحظ أحس أن الحظ راح يكون إلى جانبك في الفترة القادمة. فشوفوا، مهما كان يا برج الحوت عندك أمنية صار لها فترة طويلة، الظروف، الأشخاص دائما كانوا مو إلى صالحك، دائما كانوا يصعبون عليك الأمور، لا، في الفترة القادمة راح أنت اللي تحصل دفعة، لأن يعني الحظ إلى صالحك. فبما معنى أن مو بس العدالة إلى صالحك، بتشوف أنه سهل عليك. ما عليك هني يقول لك ما عليك من كلام الآخرين، راح يخبرونك أن الحصول على هاي الوظيفة صعب، الاختيار صعب، الفيزا صعبة، الهجرة صعبة، ولكن عليك أنت راح تكون سهلة. محتاج جدا تفصل هذين الكارتين، يقول لك 4 مقابل 4، تفصل ما بين صعوبة الأمر عليك وصعوبتها على الآخرين. في الفترة القادمة بتكون أسهل عليك، لأن هني مو بس كذي، لأن هني في شيء فيك أنت في طاقة الماء، زين، في شيء مخلنهم هذين الأشخاص المسؤولين عن تسهيل الأمور لك، أعضائك الموافقة، مخلينهم جدا يستلطفونك في الفترة القادمة. أنت أول شخص، رقم 9 يقول لك، هذا رقم الأنا، أنت أول شخص راح ياخذونك بعين الاعتبار عشان ترقية، عشان وظيفة. أنت أول طلبك راح يكون أول طلب، لو مثلا كان هجرة، لو بتصير ترقيات، راح تكون أول، أو على الأقل في أول ثلاثة، في التوب، في أعلى شيء في رقم الطلبات. فهني كأنه ما يقول لك لا تستسلم، لأن خلاص أوشكت المعادلة هني أن تصير إلى مصلحتك في الجانب العملي. وأي شخص، أي ظرف هني، ممكن يكون كان عليك حظر سفر، كان مثلا عندك سوابق، كان عندك مثلا مو شرط سوابق، أي شيء كان يمنعك أن تحصل على هذا الشيء. بعض الأوقات مثلا لو رسبت في الجامعة أو لو رسبت في صف دراسي معين، يقولون لك أو حتى لو كان مثلا معدلك أقل من المسموح فيه، يقول لك ما نسمح لك تدخل هذا التخصص،
أو ما راح نعطيك هذه الوظيفة، ما راح نعطيك هذه المنحة. فالشيء هذا وإن كان صعب الحين على جميع الأشخاص وأغلب الأشخاص الموجودين في هذا المجال، عليك أنت راح يكون سهل. إنزين، فلا طاقة متوفرة، لا تنسى أن أنت تسعى مع الطاقة، تساعد الطاقة عشان يتحقق لك هذا الشيء. لأن شوف، كرت التسعة هو كرت ينبهك لأن الشيء اللي أنت مقبل عليه مو شرط تحصله بجهودك، ترى خليك ذكي، تحصله بأسلوبك، بلطافتك، بإقبال الناس عليك، إن أنت راح تكون محبوب في هذا المكان، محبوب عند هذين الأشخاص، عند هذا الملك. ممكن يكون الملك عبارة عن شخص أو مجموعة، هم صناع القرار في مسألتك، في قضيتك. زي راح تكون محبوب، راح تكون مدلل، رقم التدليل هذا. فمو شرط انه في الفترة، لان هني كأنما رقم الاربعة، اربعة خماسيات، ما يشجعك ان انت تجتهد اكثر من المعقول. الموضوع هني خرج عن اطار الاجتهاد، اطار التعب، اطار الكرف، لا، دخلنا في اطار محبة الناس لك، قبولك، لطافتك، جمال حديثك هو اللي راح يساعدك في الفترة القادمة. ننتقل إلى القراءة العاطفية. أعزائي برج الحمل، برج الحوت، سوري، يمكن أنتم تتعاملون مع برج الحمل. عندنا هني في القراءة العاطفية طاقة برج السرطان. زين، الأبراج الترابية، الأبراج الترابية جدا ندمانة، عندها ندم. زين، الأبراج الهوائية تمثل لكم المستقبل، برج الحوت. إذا في حياتكم شخص برج هوائي فالمستقبل مشرق أمامكم. زين، البرج الترابي عنده حاليا في حياته مشاكل. زين، ولكن بشكل عام عاطفيا، شوفوا برج الحوت، تعرفون الدواء اللي طعمه مر ولكن ضروري من أجل الشفاء، هذا اللي راح يصير في حياتكم في الفترة المقبلة. أمنية راح تتحقق، انتو تتمنون السعادة، تتمنون الحب، تتمنون حفل الزواج، حفلة الخطوبة، تتمنون اجتماع الأهل والأهل يحتفلون فيكم، انتو فخورين فيكم، فخورين في إنجازكم. زين، راح يصير هذا الشيء، ولكن احتمال كبير ما يصير مع الشخص اللي انتو حاطينه في بالكم، لأن هني في طاقة استبدال. مثل ما هني في طاقة استبدال في الجانب العملي، هني أيضا في طاقة استبدال. إن احتمال كبير الله سبحانه وتعالى، حتى لو بطريقة صعبة، بطريقة غير محببة بالنسبة لك، راح يخرج شخص من حياتك. بعضكم يمكن يقولون لي اوريدي في شخص خلاص مضى وانتهى من حياتنا، فأنتم مضيتوا الشوط في هاي الطاقة. هني خروج شخص من حياتكم، وإن كان مؤلم، وإن كان محزن، وإن كان هذا الشخص جدا غلط غلطة كبيرة لأنه ما قدركم، ولكن الأبواب للأمانة ما عادت مفتوحة لا في وجهه ولا في وجهكم. الأبواب الحين مفتوحة من أجل راغب جديد، خاطب جديد، شخص هني قاعد أشوفه يطلب القرب منكم في الفترة القادمة، وقاعد يقدم الغالي والنفيس، جدا كريم في أنه يحط لكم اعتبار ويظهر محبته بشكل مادي أمام الآخرين تجاهكم في الفترة القادمة. هذا الشخص الجديد، زين، قاعد أشوفه كأنما فخور بكل إنجازاتكم، وحتى النقاط اللي فيها شوي غموض في ماضيكم ما يلومكم عليه، يلوم الطرف الثاني. خروج شخص جدا ضروري، هذا شخص هني انتهى وجوده في حياتكم، جدا ضروري. ومهما انتظرته، ومهما عطاك وعود، ومهما عطاك آمال، دائما بتشوف انه ما في ما في ما في تطبيق، ما في تطبيق، لان الامل هني قاعد ينبني مع شخص جدا جديد. احتمال كبير ان هذا الشخص قاعد ياتيكم من مكان بعيد، اوكي، كانما يمكن هو من دولة ثانية، من منطقة جدا بعيدة على منطقتكم، منطقة مو معروف انه مو بالعادة يكون بينكم وبينهم نسب، لان اشوف هني النسب بعيد، النسب، حلقة الوصل بينك وبين اهله جدا بعيدة. زين عزيزي برج الحوت، فلا تنسى ان الامنية هني اللي راح تتحقق لك، اشوفها قاعدة تتحقق باذن الله في المستقبل، هذه حفلة الخطوبة، هذا اللي العريس الجديد يدخل حياتك
ويقدم أشياء زين عشان أنت ترضى بهذا العرض الجديد، لأن هني العربة ترى أشوفها محملة بأشياء، محملة بهدايا. أنتوا أيضا برج الحوت راح تكونون في الفترة القادمة بسرعة، العربة ترمز إلى السرعة، بسرعة قاعدين تجهزون بيت الزوجية. ما عندكم وقت كثير في الفترة القادمة ما بين هني أنت تعافون من الماضي وما بين دخول الشخص هذا الجديد وتجهيزكم لحياتكم المستقبلية، واحتمال حتى أن هذا الشخص الجديد لأن عمله في مكان بعيد، لأن حياته في مكان بعيد، يطلب منك الانتقال معه، فراح ياخذك معه في هاي الرحلة البعيدة. لأن أشوف هني راح يصير في بعد، يمكن بعد بينك وبين الناس اللي تحبهم، بين البيئة اللي تعودت عليها. مثلا لو أنت عايش في مصر تضطر أن، أو عايش مثلا في الإسكندرية تضطر تطلع إلى محافظة جدا مش متعود عليها، راح تضطر نعم تترك ورائك شخص من الماضي وأيضا أشخاص تحبهم من أهلك من أصدقائك، ولكن لسبب جدا جيد، لمستقبل جدا إيجابي، لشخص جدا يستاهل وجودك، يستاهل أن أنت تبني معاه حياة. لما تشوف في هاي المواصفات، لما تشوف من هاي المبادرات، اعرف ان هذا هو الشخص. زين خلينا نشوف الحين منفصلين مع اي ابراج. على الاغلب راح يكون في رجوع يا برج الحوت. ابراج النارية، حمل، اسد، قوس. ولكن هذا الكرت احس فيه انه راح تظل في محاوله، المنفصلين راح تظل في محاوله من قبل اهل الشريك للتشويش على فرصه الرجوع بينكم. اوكي، من الاهل. احنا عندنا 10 السيوف، الأبراج الهوائية احتمال كبير إنه راح يطلب، إذا شريككم من برج هوائي احتمال كبير إنه يطلب منكم تنتظرون حتى ينتهي أو يتم عنده شيء. زين، ينتهي مثلا من زواج قديم، من علاقة قديمة، من ارتباط قديم، ينتهي من قرض، من دفع دين. زين، بعضكم راح تضطرون تنتظرون شريك محبوس. محبوس، هل هو محبوس في سجن؟ هل هو محبوس في ظروف؟ الأبراج المائية، هنا عندنا طاقة برج العقرب، السرطان، وأيضا أنتو الحوت. هذه طاقة الأبراج الترابية. فخلال هاي الشهر على الأغلب مع من راح يكون في رجوع؟ مع الأبراج الترابية الموضوع راح يطول. برج الحوت مع الأبراج الترابية، شوفوا، مو إنه ما في رجوع، ركزوا في كلامي، مو إنه ما في رجوع، ولكن مثل ما شفت شلون العلاقة انتهت بسرعة أو تطلب، سهل العلاقة ننهيها، إجراءات إنهاء العلاقات بالعادة تكون مو صعبة، يكون سهل، إجراءات إن نرد نحصل على العلاقة راح تطول. هذه هي النقطة، إن نرد نقنع الأهل، لأن هني أشوف الشريك إذا برج ترابي يحاول إنه يرتب أموره المادية، رد يقنع أهله، يقنع أهلك إذا في أشياء، إجراءات، إذا في زواج يجب عليه التخلص منه، إذا في طرف ثالث، فالموضوع مطول. مع الأبراج النارية الموضوع راح يكون أسرع، لأن الأبراج النارية ما تحب الصبر، فسريع هني. زين، الأبراج المائية أيضا عندنا طاقة الأبراج المائية، عقرب، سرطان. زين، خلينا نشوف النصيحة الأخيرة. هني أغلب الاحتمالات مع من خلال هاي الشهر؟ مع الأبراج النارية أقوى الاحتمالات. الأبراج الترابية تحتاج وقت زيادة. Observer،
اوبزرفر هذا الكرت لما نشوفه يطلب منا ان احنا نكون دائما نراقب الشيء اللي نرغب فيه. ينفتح شاغر في شركة معينة، ينفتح طلب، ينفتح قبول طلب إلى تخصص معين، ينفتح مثلا إعطاء تراخيص معينة، ينفتح نشوف مثلا إحنا نبحث عن مقر لنفتح فيه مشروعنا. نظل هني نراقب مثلا المحلات التجارية، نراقب الشواغر، نراقب لأن في شيء بيطلع، في شخص بيطلع بينتهي، سواء في العاطفة أو حتى هني في الحياة العملية، في شخص راح يزاح ممكن حتى غصب عنه عشان انت هني بصير لك شاغر. اوبزرفر المراقب هذا يطلب منك ان تكون منتبه. Happy. هذا كارت السعادة. نصيحة لك هني برج الحوت ان لا تكون متواضع بشأن اظهار سعادتك، خصوصا العاطفية، خصوصا لما نتكلم هني على الاحتفال العاطفي اللي شفناه. لا تكون على قولتهم أمام الناس، أمام المجتمع، لأن لا تنسون أن الخاطب اللي قادم لكم يمكن يكون من مكان بعيد، فمحتاجين في منطقتكم تصرون. هاي النصيحة تقول لي تصرون على أن في منطقتكم، في دولتكم، محافظتكم أو مدينتكم اللي أنتم عايشين فيها، المجتمع اللي أنتم عايشين فيه الكبير أو الصغير، تحرصون أن يكون في إعلان للزواج، إعلان واحتفال كبير. لا ترضى باحتفال سريع، أو على الأقل لا ترضى باحتفال صغير، لا ترضى بأي نوع من الزواجات أو الاتفاقات السرية في الفترة القادمة. زين، وآخر كرت عندنا change in the wind. هذا كرت أحسه يخص الحياة العملية أكثر، تغير في مجرى الرياح. شوفوا بصير هني في تغيير سلبي، تغيير. تعرفون لحظة البرج لما يقع على رأس أشخاص، يقع على أشخاص، في أشخاص راح يخسرون تجارتهم. الله مسهل هاي الأسباب، يخسرون تجارتهم، يخسرون عملهم، يخسرون شيء، يزاحون من منصبهم. عن طريق هاي التغيير السلبي بالنسبة لهم انت راح ينفتح لك باب للتغيير الإيجابي. راح يتغير الشخص اللي كان مثلا يمنع عنك أسباب النجاح، أو مصعب عليك، حتى مصعب عليك أداء دينك، مصعب عليك أي شيء يخص أموالك، راح ينزاح، راح يستبدل بشخص أفضل منه. وهذا فعلا أنا لاحظت هاي الطاقة قاعدة تأتي من شهر، بغض النظر على الطاقة الصعبة اللي دخلنا فيها، ولكن الكثير من الأشخاص السيئين اللي كانوا في مناصب، اللي كانوا ماسكين قدرات، أوكي، قدرات على أن يمنحون تراخيص، الكثير منهم ازاحوا ايضا مع بداية هاي السنة اذا لاحظتوا. فهني في ازاحة للشخص، تفسح لك انت المجال، لاحظها، محتاج الملاحظة، محتاج ان تكون منخرط، مو منكمش على نفسك، مو بس مركز على الكتاب اللي عندك. لان اشوف الثعلب جالس على بيضة، ما قاعد ينظر الى البيضة اللي هو موجود عليها، قاعد يطالع الشيء اللي ابعد.